كم ثروتي بخير نعمة ستر من رب العالمين، عندي اللي مكفيني، ماني محتاج أحد، ماني محتاجة أساسا إن أقول حق أحد أنا كم حسابي في البنك، شيء ما يخصك تسأله يا وقح، أوكي عشان أنت تسألني يا. انت كم بجيبك؟ امك عندها كم في البنك؟ كم نفنوف عندها؟ عشان تعرف ان السؤال عيب، وقاحة، قلة ادب، تجاوز.